is mine to you. Smile to the world and to all the trees, to all the trees. And they tell me that one is a fire, and they tell me that one los bendiga a ustedes también por estas reuniones que se tienen y que podamos mantener la paz. Si en un momento y en un día y podemos mantener la paz en Nador, la paz funcionará en el mundo. Este señor el año pasado nos decía, si nosotros no mantenemos la paz, no habrá paz. Empecemos a tener paz. Los felicito a todos por esta reunión. المحرقة اليهودية والهولوكوست هي الإبادة الجماعية التي راح ضحيتها ملايين اليهود فترة الحرب العالمية الثانية 39-45 بسبب هويتهم العرقية والدينية على يد الحكم النازي في ألمانيا. ودبرت عمليات القتل من قبل الحزب النازي الألماني بقيادة أدولف هتلر الذي كان يستهدف اليهود بشكل رئيسي. لذا فالعدد الأكبر من ضحايا المحرقة كان من اليهود، وتشير الأرقام إلى 7 من كل 10 من اليهود في قتلوا بسبب هويتهم. وإلى جانب اليهود قتل النازيون مجموعات أخرى من البشر بما فيهم الغجر وذوي الإعاقة، كما اعتقلوا وانتهكوا حقوق جماعات أخرى كالمثليين والمعارضين السياسيين وغيرهم. الهولوكوست كانت مثالا للإبادة الجماعية التي تعني قتل مجموعة كبيرة من البشر عادة بسبب انتمائهم لجنسهم أو عرق أو دين معين. لكن المغرب، وسأركز على هذه، أن في فترة الحرب العالمية الثانية وفي عهد الراحل محمد الخامس طيب الله ثراه، أن طلب من حكومة فيشي النازية أن يقوم بتصدير وجمع كل اليهود وإرسالهم إلى ألمانيا النازية قصد قتلهم، لكن كلمة محمد الخامس رحمه الله كانت ليس لدي يهود وإنما لدي مواطنين مغاربة. والله يرحمه سيدنا محمد الخامس على هذا العمل اللي دار، لأنه إنساني. أن تصيب الأولاد ديالك المحرقة هذا راه بسم الله الرحمن الرحيم. أود أولا أن أشكر الموقع الإلكتروني زيو سيتي. هذا الموقع العصامي الحاضر في كل نقط الصعيد الإقليم ديال الناضور وكذلك على المستوى الوطني. اليوم نحضر يوما تخليديا لذكرى المحرقة اليهودية، واختار منظمو هذا اللقاء التاريخي التذكاري المزار الموجود، المزار اليهودي بحي ترقع بإقليم الناضور، واجتمع في هذا اللقاء مجموعة من الوجوه المدنية جمعوية كانت وسياسية ومثقفة، وكذلك بحضور ممثلي الكنيسة الكاثوليكية لمدينة الناضور، واستحضر الحضور الكريم حقائق ووقائع من الذاكرة التاريخية لموقعة المحرقة اليهودية، وتذكرنا جميعا المواقف البطولية والوطنية التي قام بها السلطان محمد الخامس عندما امتنع ومنع النازية الألمانية أن يسلم لها
المواطنون اليهود المغاربة. اليوم هذه الذكرى التاريخية والثقافية نحفظ بها الذاكرة التي تعتبر رأس مال غير مادي للمنطقة، وفي نفس الوقت نبين من خلالها بأن الشعب المغربي قاطبة هو شعب تعايشي، شعب أخوي، شعب يتأقلم سريعا مع باقي الأجناس المكونة للمجتمع العالمي. اليوم كان ذكرى تاريخي، ونتمنى أن نخلده للسلام وللسلم في العالم. أشكر الموقع الإلكتروني زيو سيتي، تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم. اليوم جمعية موشي بن ميمون للتراث اليهودي وثقافة السلام قامت بتخليد ذكرى اليوم العالمي للهولوكوست، ولأول مرة يتم تخليد هذه الذكرى في المزار اليهودي ربي سعدي عيادتي سيدي يوسف بترقع، بحضور مجموعة من الفعاليات الجمعوية ورؤساء الجمعيات، وبحضور متميز للكنيسة الكاثوليكية الناظور. هذا النشاط تم فيه التحدث حول الهولوكوست والمآسي التي حدثت لليهود وللبشرية جمعاء، وتم فيه أيضا قتل فقط بشر فقط لكونهم يختلفون عرقيا أو دينيا من طرف النظام النازي. وفي هذا اليوم تم إشعال الشمعة تخليدا لذكرى 6 ملايين يهودي تم قتلهم في العهد النازي، وسمعنا واستمتعنا بموسيقى حول السلام وحول التعايش. هذا اللقاء كان متميزا بالحضور متعدد للأشخاص ولمثقفين ومؤرخين، بدون أن ننسى أننا تحدثنا حول دور محمد الخامس طيب الله تراه في حماية اليهود المغاربة من النازية، ودور أمير المؤمنين محمد السادس في الاهتمام بالموروث الثقافي اليهودي والتراث العبراني والجاليات اليهودية عبر العالم. هذا اللقاء هذا تم أيضا بحضور كما قلت أعضاء من الكنيسة الكاثوليكية بالناظور، حيث تكلموا حول الإنسانية وحول الأخوة هنا في هذا المكان. وهذه أول مرة نتم تخليد ذكرى الهولوكوست في هذا المكان، لأن السنة الفارطة خلدنا الذكرى لأول مرة في المركب الثقافي. وكما كتشوفوا رانا في سيدي يوسف ربي سعدي عادتي، مكان متميز فعلا، خاصه بزاف ديال الحوايج. يعني كنتمنوا من المسؤولين يهتموا حتى بهذه المنطقة، لأن ما كاينش فيها الضوء ما كاينش فيها الماء، ولكن بالمجهودات ديال المنتخبين اللي كاينين والمسؤولين وعامل إقليم ناظور، وبمجهودات مستشار صاحب الجلالة ومجهودات أمير المؤمنين، غادي نقدروا نحققوا بزاف ديال الحوايج. كنشكروا الموقع ديالكم على الوجود ديالكم والاحتفال معنا في احتفال معنا بهذا اليوم، ماشي احتفال وإنما تخليد ذكرى اليوم العالمي للهولوكوست. وكنشكروا جمعية موشي بن ميمون، أعضاء جمعية موشي بن ميمون لوقوفهم يعني تعاونهم، وجمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان من مدينة الحسيمة اللي ساهموا معنا في هذا النشاط، وأيضا مؤسسة أوديفون، وشكرا لكم بزاف بزاف.